المكشوف وعالمكشوف ورزقات ما حنشوف. احنا من فترة طويلة إلنا منطالب بحقوق، من حراكنا قديم جدا تم الالتفاف على مطالبنا لأكثر من مرة. في 2016 خرج الرئيس طلب منا إنه نرجع وإنه يتم صرف علاوة غلاء معيشة إلنا من 2013 بأثر رجعي. بعد ما فكينا إضرابنا ورجعنا للدوام تم الالتفاف على مطالبنا بشكل كبير. كنا قمنا بتأسيس نقابة وتقديم الأوراق لوزارة العمل، تم كما أيضا الالتفاف على مطالبنا ووقفوا بوجدنا. رجعنا بال 2022 وتم توقيع اتفاق بيننا وبين الحكومة على عدة مطالب، وكان السقف الأعلى إنه ب 1/1/2023 يبدأ بتنفيذ هذه الاتفاقات. إحنا المنطالب فيه نفذوا الاتفاق اللي أنتم وقعتوا عليه، لا أكثر ولا أقل، هذا أهم شيء. احنا لا طالبين اشي زيادة، المعلم بيطالب بتحقيق بالكرامة فقط.